ببقى سعيدة جدا وجميل جدا لما نشوف ممثل مصري ناجح على المستوى العالمي ويشارك في دراما رمضان وفي عمل وطني مهم زي الاختيار. أنا بحس إنه دي حاجة حلوة، وده من حظ كمان ممثل المصري إنه يبقى موجود كمان ويقدم، يبقى عنده كده إيه البصمة الوثائقية تبقى موجودة، يبقى موجود في عمل مهم زي ده. الفنان أمير المصري واحد من الوجوه اللي حققت نجاحات كبيرة وكتيرة في السينما العالمية، وأخد جوائز كتير عن فيلم ليمبو في البريطاني طبعا، وده أخد جائزة البافتا في اسكتلندا، وشارك كمان مع جون ستيوارت في فيلم روز ووتر. ورغم مشاركته في الدراما المصرية كمان قبل كده كان مع الزعيم عادل إمام، وفي طبعا مسلسل أستاذ ورئيس قسم، وكمان كان في مسلسل البرنسيسة بيسا، وأيضا كان ليه مشاركة قبل كده يمكن قبل رمضان بشوية في نصيبي واسمتي، فأعتقد وحتى كان ليه بصمة كمان مهمة في الأعمال الدرامية كده الاجتماعية. الفنان الشاب أمير المصري وجوده في الاختيار أكيد ليه انطباع تاني خالص عنه، خصوصا أن هو يعني ما كانش موجود، ما كانش عايش في مصر. خلينا نعرف انطباع مشاركته عامل إزاي، وهو كان يعني إحساسه كان عامل إزاي. معايا على التليفون الفنان الشاب أمير المصري. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك انت وازاي الصحة؟ اولا ميرسي جدا على الاستضافة والانترو الجميل ده، مش عارف اقول لك ايه. لا لا ولا يهمك، كل سنة وحضرتك طيبة. انت اولا تستحقه. كنت عايز اقول لك على كل الانترو ده وكل نجاحي بره، يعني سبب نجاحي في مصر، يعني انا المعلومه طبعا دي العكس، انت العكس، يعني نجاحك بره هو اللي يعني خلى نجاحك في مصر كمان بالنسبه لك انت مهم. اكيد اكيد، بس انا يعني ما كانش هيحصل بره لو انا ما اشتغلتش على نفسي هنا، لو ما بداتش هنا. نجاحي في رمضان مبروك عمل حموده طبعا، وفعلا انا لما كلمت مبروك ابو العالمين طبعا، طبعا الشعب المصري هم اللي هيسندوك، هم اللي هيبقوا وراك قبل ما تسافر، قبل ما يعني ايفن تحاول تجرب بره، لازم أكيد. تبقى ناجح في بلدك الاول، ويبقى عندك بورتفوليو زي ما بيقول. ما انت مش هتروح بره كده الا لو عندك حاجه تتسند عليها يعني. أكيد. طيب امير، كلمني عن مشاركتك في الاختيار. الاختيار ده عمل مهم، عمل جاد، عمل وثائقي، يعني عمل مهم جدا. اولا لما تم اختيارك وانت يعني تلقيت الاختيار ازاي، واحساسك بيه كان عامل ازاي؟ انا بصراحه يعني اتخضيت، يعني اولا شرف كبير جدا ان اي حد يشارك في المسلسل ده. انا شركه الانتاج كلموني ودكتور بيتر ميمي رشحني للدور، فيا رب اكون عند حسن ظنهم يعني. طيب لما دخلت بقى، لأنه ده عمل مختلف عن الأعمال الدرامية اللي عملتها كوميدية أو اجتماعية، ده عمل مختلف تماما، أنت لقيت نفسك إزاي؟ كنت حاسس أن أنت شوية الانتماء والهوية برضو بيبقى الواحد كده حاسس أنه عايز يدخل في هذه الأعمال يعني؟ والله أهم ميتنج عملته للدور ده لما قعدت مع الدكتور بيتر ميمي قبل ما بدأنا خالص، رحت اللوكيشن وكنا يعني مهتمين بالشخصية، ان انا مش بقدم شخصيتي، انا بقدم شخصية يحيى طبعا، يعني طالع بالشخصية اللي كنت عايز ادي، يعني شخصية واحد من الشعب اللي فعلا بيحب بلده وحريص عليها. وعلى فكرة انا عايز اقول لك ان انا اصلا من ضمن الاحداث اللي حصلت في المشاهد حسيت فعلا بالشخصية، يعني من كتر ما انا يعني اندمجت خالص، حسيت ان ده حسيت كل ان انت يحيى من الحي الشعبي ده، رغم ان انت مش يعني انت مش من بعيد تماما، ومش مش بتقدم، ما قدمتش كمان الشخصيه دي قبل كده كتير، لكن خالص. احساسك ايه وانت بتقدمها وعلشان تقدمها بشكل طبيعي كمان؟ حقيقي ما هو الكتر اللوكيشن حواليك حقيقي فعلا فعلا، والتمثيل حقيقي، والشارع والقهوه والدكتور والحي كان حريص على ده، ان كل الاداء لازم يبقى رياليستيك، لازم يبقى حقيقي فعلا. التمثيل مش كوميدي ولا يعني ثياتريكال،
مش طالع من المسرح. طب انت حضرت نفسك ازاي؟ لانه يعني الاحداث دي معرفش انت حضرت الاحداث دي في 2012 يعني، او كنت موجود في التوقيت ده، ولا يعني ناس كتير من الشباب كانوا بيبقوا موجودين وبيشاركوا، لكن يمكن انت ما كانش عندك الفرصه ان انت تشارك، كنت موجود برا مصر. اخواتي كانوا هنا في مصر وهما كانوا. وسالت اخواتك يعني هل في حاجات؟ طبعا. سالت ايه مثلا؟ يعني سالتهم ايه؟ انا يعني مثلا اخويا ايهاب كان دايما بينزل، وكان دايما يعني فهو يعني كان اول واحد كريفرنس بالنسبه لي، فكنت بساله يعني انت كشعورك كوطني كواحد بتحب بلدك انت عايز ايه، يعني ايه اللي يتغير؟ ايوه. وفعلا هو يعني اتاثر جامد وقال لي فلازم تعمل ده، مش بس يعني عشانك انت، عشاني برضه. ايوه، عشان اخوك، عشان كل شاب مصري، عشاننا كلنا. طيب في النهايه لما تم اذاعه الحلقات بقى وكده، عندك في البيت قالوا لك ايه؟ حسوا ان انت فعلا عامل الشخصيه مظبوط ولامس الايقاع وكانك كنت عايش نفس الاحداث؟ الحمد لله الحمد لله، يعني رد فعل الناس عندي في البيت تمام، وهم مش يعني ما حسوش بامير يعني يحيى كلام، هم شافوك يحيى. فان شاء الله ان شاء الله بقيت الحلقات يحسوا بيحيى اكتر. اكيد. يعني الفنان المصري امير المصري، انا بشكرك يا امير، واعتقد يعني انه ان شاء الله دي تكون كمان يعني فتحه جديده وموضوعات جديده عليك، وتكمل ان شاء الله بتالق الباقي الحلقات او باقي دور يحيى في مسلسل الاختيار. فرصه حلوه الحقيقه الاختيار، يعني فرصه فيها كم من الممثلين من الصعب ان انت تقدر في عمل درامي تلم كل الناس باختلاف الأجيال، باختلاف الفئات، باختلاف كمان التنوع اللي موجود، لأن أنت في النهاية بتقدم عمل مصري هو شبه الشعب كله، شبه كل الأحياء، شبه كل الناس اللي شاركت، شبه المواطنين بشكل عام.